طرقات مفخخة بالموت جنوبي الحديدة يعبرها المواطنون فتحصد أرواحهم ألغام ميليشيا الحوثي الإيرانية التي زرعتها في كل الدروب والطرقات. هذه هي الديانة الذي انفجر بها اللغم اليوم بالمواطن عماد عبده إبراهيم شمال شرق حيس. فقد هذا المواطن كسائر الآلاف من المواطنين سيارته وهو في الطريق من حيس إلى منطقة الوازعية لينفجر به لغم حوثي أحاله إلى كومة أشلاء ودم وجراح وأعطب سيارته التي يقتات منها. الذي زرعوا الحوثة وكان أنا سائر على بابوري طالب الله جانا مشوار وروح قرية القعطة مدي مشوار ولا أنا عارف أنه في الغام زرعهم الحوثة مليان المنطقة الغام وبابوري انتهى الآن وأنا وشبابي في راسي. تقول التقارير بأن أكثر من 120 سيارة ودراجة نارية وحراثة زراعية وقلابات وناقلات بضائع كبيرة وحتى عربات تجرها الحبير كانت هدفا لألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال العام الجاري، وتحولت مع أسر هؤلاء المواطنين إلى قاع الفاقة والفقر والمسغبة. أنا بابوري الآن أصبح متكسر مدقدق اللي يترزق الله على بهالي به وطالب الله على رزقي. تختطف ألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية أرواح المدنيين في الطرقات الفرعية والرئيسية والترابية وحولت حياة السكان معها إلى جحيم لا يطاق، بينما تكتفي الجهات الدولية وبعض المنظمات برصد أعداد الضحايا الذين تحصدهم ألغام الإرهاب الحوثي في تهامة ممن لا بواكي لهم. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة.